بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفضيلات، أهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله في هذا الدرس. أعتقد أنه أو فيديو مهم كثير، نتمنى أخواتي أنكم تسمعوه ثانية، كل ثانية فيه إن شاء الله راح تكون مفيدة. اليوم أخواتي راح نحكي لكم على تجربة شخصية طبقتها مع أبنائي قبل العطلة، وكنت وعدتكم قلت لكم لو نجحت معايا راح نعمل لكم عليها فيديو. لكن قبل هذه التجربة أخواتي، مفاهيم بسيطة لازمنا نعرفوها. لازمنا نعرفوا أخواتي المفهوم الأول، أنه العقل البشري هذا راه يحوي ملايير الخلايا. العقل البشري لديه قدرات خارقة فعلا. العلماء يقولوا أنه نعيش ونموت ونحن لم نستغل سوى 9%. هذو الأذكياء جدا يستغلوا 9% من قدراتهم العقلية. يعني مهما نطمحوا يجوز لنا الطموح، نطمح أني نقوي ذاكرتي، ذاكرة أطفالي، هذا الطموح جائز ونقدروا نعملوه. عندنا العقل. المفهوم الثاني أنه العقل اللاواعي كالآلة. وش معناه أخواتي كالآلة؟ يعني كما نبرمجه راح يعمل. أنا لو برمجت أطفالي أنتم أغبياء، أنتم لا تفهمون، أنتم كذا، وأكرر هذا الكلام بشكل يومي، راح يقتنعوا بهذا الشيء، سلوكاتهم تولي وفقا لهذا الشيء، خلاص يولي هو غبي ولا يفهم. لو قلت لابني أنت تتحسن، أنت لا بأس بك، أنت متميز في المادة كذا وتقدر تتميز في المادة كذا، راح يبدأ يتحسن. حتى وإن كنت مانيش نلاحظ في تحسن معين، لكن نشجعه نحفزه راح يتحسن. هنا النقطة الثالثة أخواتي، ونقطة مهمة كثير، ما هو هدفي في الحياة؟ مهما كنت عاملة غير عاملة، دارسة مانيش دارسة، هدفي في الحياة هم أطفالي، أني أنشئ أفراد صالحين لهذا المجتمع. إذن هذو المفاهيم أخواتي أردت فقط أني ننطلق منهم، وراح نبدأ مباشرة في الطريقة. إذن أخواتي نبدأ مباشرة بالطريقة. هذه الطريقة وش على واه تقوم؟ تقوم على تسريع عملية الحفظ. مثلا كان واحد يقرأ 20 مرة، تكرار 20 مرة ما يحفظش، لأنه هذاك عملية تكرار مملة ما يقدرش يحفظ منها. كيفاه نسرعوا له طريقة الحفظ ويولي يحفظ ربما من 5-6 مرات؟ مثلا يقرأ فقرة كما هذه 5 أو 6 مرات خلاص يحفظها. الأخوات، أنا هذه الطريقة هزيتها من بطل العرب في الذاكرة الخارقة يحيى راسين، يمكن الكثير منكم يسمعوا به، هذا المبدع الجزائري اللي للأسف كالعادة احنا هذو المبدعين ما نعرفوهمش وما نشهروهمش للأسف الشديد. المهم، أنا طبقتها على أبنائي. الطريقة على ماذا تقوم؟ على 3 خطوات. نبدأ بسم الله. الخطوة الأولى يقول لك القرار والثقة. القرار والثقة، وش معنى القرار والثقة؟ معناها أنا نعلم ابني وأنا نفسي، أنا مطبقتها أنا وعائلتي. راح نحفظ، قررت أني نحفظ هذه الصفحة، هذا الفقرة مثلا، إحنا نبدأ بالفقرات صغار، فقرة مثلا من 5 أسطر، قررت أني نحفظها في 5 مرات، وأنا كنت سابقا مثلا 10 مرات والله لا أحفظ، من 5 مرات نحفظها، خلاص هذا هو قراري، وندير هكا، راني قادرة بحول الله قادرة نحفظ هكا. هذه الحركات يعطيوني ثقة هكا بيدي في الزوم، بإذن الله قادرة نحفظ. ونعلمها لأبنائي بهذه الطريقة. أنا علمتها ابني سنة ثانية، ابنتي سنة رابعة، ابني الأكبر سنة ثانية متوسط، هكا أنا رايحة نحفظ هذه الفقرة بحول الله. في ماذا؟ في 5 أو 6 مرات. هو يقول لك حتى 2 مرات، لكن أنا جاتني صعيبة 2 مرات، لا بديت مع أطفالي مباشرة 4، وكان اللي درت له 5 مرات من 4 مرات. وبكل ثقة وبكل عزم، وراني قادرة نحفظ
هذه المرحلة الأولى. الآن المرحلة الثانية وش هي؟ نبدأ نقرأ. القراءة تكون مدة القراءة والتكرار كامل وش تكون؟ تكون الاستكشاف والمتعة. مانيش نقرا ونحفظ ونسيف على روحي اني نحفظ، لا، راني مستمتع اني نحفظ، وكل مره استكشف هذوك الكلمات مع المتعه. وهنا نروحوا للمفهوم اخواتي. يقول لك الاطفال اغلبيه الاطفال بالاخص الذكور يكرهوا الدراسه، يكرهوا انك تقولي لهم اروح تقرا، لانه رابطها في عقله بالالم. اي شيء، وسمحوا لي اخواتي هنا رايحه نشرح كثير باش تفهموا، اي شيء نربطوه بالالم، اي سلوك نربطوه بالالم نكرهوه، اي سلوك نربطوه بالمتعه نحبوه. نروح لكم المثال اخر يخصنا احنا النساء عموما. وحده بدات الرجيم، وحده عندها حفل، عندها عرس بعد 20 يوم، بدات الرجيم، تبداه بمتعه، تقول لك انا يوم الحفل راح نلبس ولبستي تجيني ويكون مظهري مليح. تلقاها في 20 يوم طيحت وزن، وحتى الرجيم جاها سهل. وحده اخرى ما عندهاش مثلا هذا الهدف، حابه برك دير الرجيم مثلا مشكل صحي والله، وطولت فيه، وتنوض الصباح مثلا تقول لك ايه وراح نحرم روحي من ليكاتو ومن السكريات ونعس روحي. هنا ربط الرجيم بالالم راح تفشل فيه. هذا هو، انا ابني هذا لو نجبده هيا نقراو، هيا اليوم نعرفوا حاجة جديدة، هيا نستمتعوا نضحكوا وحنا نقراو، يقرا لي الدرس ومن بعد يرجع يقصهولي ونضحك، ومن بعد نقول له هيا نخمسوا طاب 5، هنا يستمتع راح يحب الدراسة. لكن لو كان معايا يدخل اجبد تقرا انت ما قريتش انت، راح يكره الدراسة لأنها ربطت بشعور الألم. هذه هي المرحلة الثانية، يمكن خرجتكم شوية. المرحلة الثانية قلنا هي الاستكشاف والمتعة، معناها راني نستكشف الكلمات اللي راني نقراها فيهم وانا مستمتع. قلنا نحدو 5 مرات، 4 مرات، 5 مرات، 6 مرات، كيما تحبوا. اللي هنا يقول لك لو جا هذاك الشعور تاع يعني ما حفظتش، لا، لازمني نزرب نخلص منه، نرجع نقرا كلمة كلمة ونتخيل. هنا التخيل ايضا يؤدي دوره في الحفظ. مثلا قاعده نقرا في الانهار في الجغرافيا، نقعد ترى نتخيل النهر اللي شفته، سواء شفته في الواقع او في التلفزيون. مثلا قاعده نقرا على الجبال، نقعد نتخيل في الجبال. هذا هو الشيء اللي يخليني ما نروحش اني نحاسب روحي. لماذا؟ لانه المحاسبه هي المرحله الاخيره. خلاص دوكا خلصنا 4 مرات او 5 مرات او 6 مرات، كيما تحبوا. لهنا نروحوا لمرحله المحاسبه. لهنا نعرض على نفسي ولا نعرض على غيري. هنا قبل ما نوصلوا لهذه الخطوه الرابعه، نقول لكم باللي هنا الطفل راح يفشل ببساطه شديده. راح يفشل اليوم الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، قادره توصل معاه أسبوع، على أبعد حد 10 أيام من الفشل. لكنه ليس فشل، لا علاقة له بالفشل، راهو تدريب، سميه التدريب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، قد يوصل إلى 10 تدريبات به يحسن الطريقة. إذا قلنا مش فشل، مش في يوم ويومين خلاص راح ابنك من 4 مرات احفظ. إذا قادر يوصل، قلنا أبعد حد هو 10 أيام. وأنا نقول لكم الحقيقة، ابنتي لأنها عندها قدرة حفظ، يعني تحفظ لي من 4 أيام، طبقت معاها في يومين لقيتها تحفظ من 4 مرات، لأنها هي أصلا عندها قدرة حفظ. ابني ثانية متوسط، مهما نقول لكم عانيت معاه مع مشكلة الحفظ، عنده 12 سنة من اللي بدأ يقرأ ما يحفظش بهذه الطريقة. الحمد لله من 5 مرات يحفظ لي الفقرة، واش يبغى نقسم له الدرس إلى فقرات. من 5 مرات، يعني أنا بالنسبة لي صدقوني أخواتي حققت إنجاز مع ابني هذا. ووقتها بديت الطريقة قبل العطلة، أعتقد بيومين ولا قبل عطلة الشتاء. الآن نقول لكم الخطأ قبل ما نروحوا لهذا
النقطة. نقول لكم الخطأ أنا اللي ارتكبته، أنا الخطأ اللي ارتكبته أني أبنائي اللي لما بديت معهم الطريقة بديتها معهم في القرآن الكريم حتى تاع سنة ثانية، اللي في سنة رابعة وسنة ثانية متوسط عادي جدا طبقوا الطريقة على القرآن الكريم. سنة ثانية وجدت صعوبة حتى في قراءة المصحف، بعدها في قراءة المصحف وجدت صعوبة، فأنا غيرت رجعته ما يحفظ مثلا، نروح له في تربية علمية ولا أي درس ولا أي نص في اللغة العربية من النصوص تاع خاوته، نقول له احفظه لي من 5 مرات، هو درت معاه 5 مرات. يعني هنا برك به تحسنوا الاختيار منذ هنا. أخواتي النقطة الرابعة هي وضع المعلومات في مكانها المناسب. هنا يحيى راسين يضرب مثال يقول لك أنه لو أنت حاطة جميع كتبك معرمتهم هكا مش حاطتهم في رفوف، تروحي تحوسي على كتاب معين لأنك محتاجة معلومات معينة، هل تستطيع الحصول عليه؟ لا، يقول لك هذا هو العقل البشري، لازمني أنا وأنا نحفظ كأني نقسم عقلي إلى مناطق معينة. أنا الحقيقة بهذا الرسم أخواتي راح نمثل لكم كيف طبقت فقط مع أطفالي. لما يخلص الحفظ بيده أخواتي بيده يدير هك، هذا رأسه، هذا هو الرأس وهذا اليد، يقول الجغرافيا الجغرافيا، راكم تشوفوا مثلا هنا الجغرافيا بيده، تروح يده يحطها هنا الجغرافيا، مثلا حفظ التاريخ يروح يحط تاريخ هنا، وهكذا هكذا نسهلوا للعقل أنه يحفظ. وصدقوني أخواتي لولا أنه هذه الطريقة طبقتها ونجحت معايا نقول لكم 100%، أنا قلت لكم الخطأ اللي درته مع ابني اللي سنة ثانية وكيفاه ما نجح ليش، ومن بعد داركت الأمر لما عرضتها عليكم بهذه الثقة، طبقوها ما تفشلوش. قلت لكم أنه تدريبات أبنائكم قادرة تأخذ معاكم من الأسبوع إلى العشر أيام على أبعد حد، على أبعد حد. هذه الطريقة صالحة لجميع الناس، قلت لكم أنا راني طبقتها أنا وأطفالي، يعني من سنة ثانية ورحت الأربعين سنة. أي إنسان يقدر يطبق هذه الطريقة، فقط وحنا نبداوها نحسس ابني بالمشاركة، أرواح أرواح واش راح نديروا، أنا لقيت لكم طريقة رائعة راحين نحفظوا من خلالها، وش هي هذه الطريقة؟ راحين نثقوا من نفسنا لأننا أبطال وراحين نحفظوا ونعودوا نقدروا نحفظوا، وفهمهم في المراحل يفهموها عادي جدا، ما تقولوش الطفل ما يفهمش، يفهم عادي جدا. إذن أخواتي الفاضلات إلى هنا أكون قد أنهيت معكم هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وانتفعتوا بكل ما جاء فيه، نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى، نقول لكم في أمان الله.